بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى مبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، لو جينا هنا بريمتر أوف ريكتلينير شيبس، اللي هو الأشكال اللي هو إيه، مش هو مثلا ما نلاقيش سكوير ولا ريكتانجل ولا يعني ممكن تلاقيه واخد المنظر ده كده مثلا. طيب أنا البريمتر أصلا عشان أجيبه المفروض إن أنا أعرف طول السايد ده كام، وطول 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 ده كام، وأعملهم بلس بعض. طب أنا عندي ده أدي 9، يبقى انا البريمتر اهو اقول له البريمتر ايكوال، بريمتر ايكوال المفروض الف حوالين الشكل. هنبدا مثلا من السايد اللي اخده او الخط اللي اخده ده اسمه سايد، احط عليه شرط عشان اعرف ان انا خدته، يبقى 9 بلس. طب هاجي هنا في 14 اهو، جينا بقى على ده. طب ده نجيبه ازاي؟ انا ملاحظ حاجه، ده كده كله طوله 9، كاني مقسمه جزئين، حته 3 وحته تحت إيه. لان الحته دي لو احنا شلناها دخلنا ان احنا طلعناها فوق هنا كده اهي، بارت ده كده لو دخلنا ان احنا طلعناها فوق هنا كده هيكمل لي هنا. فافهم من كده حاجه، افهم من كده حاجه ان دي 3 دي هتبقى 6. طب انت عرفت منها 6؟ اصل ده كله 9، لما البارت ده يبقى 3 اكيد البارت ده يبقى 6 عشان يبقى الخط ده كله 9، فاكيد طالما ده 6 يبقى ده برضه 6 سنتيمتر. طيب كويس جدا، يبقى كده عرفنا طول ده ما كناش عارفينه. طبعا احنا مش عايزين اللي جوه ده، مش هنحسبه معانا، احنا اللي عاملينه اصلا. يعني في ناس حتى بيعملوا داش ذا لاين كده عشان ايه، مقطع كده عشان ما يتلخبطش. طيب يبقى بلس 6، هناخد ال 6 اللي بره ده، يبقى انا خدت ده وخدت ده. طيب فاضل ده، ده هيجيبه ازاي؟ نفس الحركه هنعملها. انا ملاحظ حاجه، ده كله 14، الحته دي اصلا في حته لو انا دخلت ان انا عملت لها شيفت كده ناحيه اليمين هتيجي هنا، هيبقى طولها 4. طيب ما ده كله 14 اكيد ده كله برضه 14، يبقى لما البارت ده 4 اكيد البارت ده كان 10، اللي هو ده الحته دي بس، يبقى كده دي ايه، كانت 10، يبقى بلس 10. طيب انا بلف حوالين الشكل بقى، واخد ده وبعدين ده وبعدين ده 6 وبعدين ده 10، اطلع على ده كام، ده 3، وبعدين في حته كمان 4 اهي، 3 دي خدناها فاضل لي 4 بلس 4، واعملهم كلهم بلس بعض. هعملهم ازاي بقى؟ 9 بلس 14 23، 23 بلس 10 33، 33 بلس 3 يبقى 36 بلس 4 يبقى ايكوال 40، اقول له البريمتر ايكوال 40 سنتيمتر. ده بمنتهى البساطه. طب الحتت اللي جوه دي مش هنعملها بلس معاهم؟ قال لك لا، دي احنا اللي عاملينها، وحتى لو مش احنا اللي عاملينها وهي موجوده احنا بنلف حوالين الشكل من بره، مالناش دعوه باللي جوه، يعني مالناش دعوه لا بدي ولا بدي، مالناش دعوه. دول كده ايه، في ناس بيعملوا داش دو لاينز كده عشان ايه، متقطعه كده عشان ما يتلخبطش اهو، يبقى دول ما نحسبهمش معانا اللي هم الداش دو لاينز، احنا بس رسمناهم عشان نعرف ايه، نحسب طول الحته اللي كانت ناقصه هنا وطول الحته اللي كانت ناقصه هنا، وكده يبقى احنا جبنا البرينتر اوف ذا شيب. طيب لو جينا بصينا هنا دلوقتي في الشكل ده، هو قال لي ان ده كله طوله 10. طيب انا عايز اعرف جميع الاطوال، يعني عايز اعرف ده وده 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 ومين وده وده. طيب معلش ده كان مديهولي 6 7. طيب هاجي انا ابص دلوقتي، هاجي انا ابص دلوقتي سهله قوي. والله انا عارف الطول ده وعارف طول ده، اللي انت عارف طوله اكتبه. يعني في عندي دلوقتي ايه، في 10، ده 10 عرفناه، ده 3 احنا بنلف عليه الشكل 3 عرفناه، ده 2 عارفين. بس جينا على ده بقى، ده اللي عليه الدور، ما انا ماشي كده 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 نزلت على ده مش عارف طوله، قال لك مش ده طوله 6 ده قصاده، يبقى ده طوله 6 هو كمان، يبقى خلاص عرفناه بلس 6. جينا على ده بقى، جينا على ده نجيب طوله ازاي؟ قال لك بسيط، لو انت مش عارف طوله اعمل له واحد فوق هنا كده قصاده، يعني كمل له واحد قصاده فوق هنا وشوف طول ده كام، ده هيطلع قد. طب هتعرف تقول ده ازاي؟ قال لك ثانية واحدة، مش اللاين ده كده، اللاين ده كده قصاد اللاين ده كده، يعني لما اللاين ده كله طوله 10 يبقى ده كله طوله 10. طيب اللاين ده فيه جزئين، حتة 5 وحتة 2، 5 بلس 2 7، يبقى أكيد فاضل له 3 سنتيمتر. ليه بقى؟ عشان لما نيجي نجمعهم يطلع 10 زائد أدي 10، ودول اللي أنا عملتهم بلس 2 بلس 3 5 بلس 5 10، يبقى ده كده طوله 10 وده كده طوله 10. مظبوط. طب طالما دي 3 الحته
الحته اللي قصادها تحت دي، لان دي طول دي اصلا انا عاملها طولها، يبقى دي كمان 3. حلو، يبقى انا ما كنتش عارف طول دي، اخدها معايا يبقى بلس 3. طيب فاضل لي دي اللي على الدور 6، او واخدها يبقى بلس 6. طيب دي اللي على الدور 5، احنا عارفينها بلس 5. دي اللي على الدور دي اصلا قصاد اللي قصادها هناك دي، يعني طولها 3 سنتيمتر بلس 3. بس انا علمت عليهم كلهم. واحد يقول لك طب ودي ما نحسبهاش يا مستر، لا دي ما تحسبهاش، اللي جوه دي ما تحسبش، احنا كنا عاملينها بس عشان نعرف طول دي كام. احنا بنلف حوالين الشكل من بره، حوالين الشكل من بره بس، خلاص نجمع على كده بقى. طب لو جيت اجمع 10 بلس 3 13، 13 بلس 2 15، 15 بلس 6 21، 21 بلس 3 24، 24 بلس 6 30، 30 بلس 5 35، 35 بلس 3 38 سنتيمتر. يبقى هو طالب مني البريمتر، اقول له ان البريمتر بتاعك 38 سنتيمتر. يعني هي التركه كلها في الحته دي، ان انا مش عارف اجيب طول دي، فقمت عامل حته، عامل حته قصادها عشان اقدر اجيب طول. لو جينا برضه على شيب زي ده عايزين نجيبه برضه، طبعا انا المفروض اخد السايز بتاعتي الف حواليها كلها، الف حواليها كلها. طيب ومدي شكل بلس شويه، طيب هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اعمل ايه؟ اقوم واخد ده 4 اهو، هبتدي 4 دي اول حاجه قابلتها بلس. جيت على طول دي، دي اللي قابلتها. طب ما دي الحته دي طول دي، يعني ما السيجمنت دي طول دي، يعني دي 3 كاتبين. طيب دي اللي على الدور، الحته دي اصلا طول دي، دي 1 يبقى دي برضو 1 كاتبين بلس 1. طيب دي اللي على الدور يبقى 2 بلس 2، اللي عاملها اعمل عليها شرط بس عشان ما انساش. بعد كده دي 1 بلس 1، بعد كده دي بقى دي اللي على الدور، دي اصلا طول دي، يعني دي 2 يبقى دي برضو 2 يبقى بلس 2. بعد كده البارت ده، البارت ده طول اللي فوق هناك ده، يعني ده 4 يبقى ده برضو 4 يبقى بلس 4. طيب ماشي، هنيجي بعد كده في اللي على الدور اللي هي الحته دي اللي هي 2، بعد كده اللي على الدور اللي هي دي 6 يبقى بلس 6. طيب ممكن اكمل تحت بلس، بعد كده دي اللي على الدور دي قصاد دي اللي هناك دي، يعني دي 2 يبقى دي قصادها 2، دي كده طول دي كده يبقى دي 2 اهو يبقى بلس 2. طيب ماشي، فاضل دي، دي اصلا طول دي يبقى دي 6 خلاص يبقى بلس 6. طيب دي اللي على الدور 3 يبقى بلس 3. طيب رجعنا بقى للاصليه، خلاص ان انا حط على دي شرط قبل كده، فانا عارف ان دي ايه، انا خلصتها واخدها قبل كده. بس نبتدي نجمع بقى، نجمع ازاي؟ ناخدهم واحد ورا الثاني، يعني زي 4 بلس 3 7، ال 7 اللي تطلع عاملها بلس 1 وهكذا. 4 بلس 3 7، 7 بلس 1 8، 8 بلس 2 10، 10 بلس 1 11، 11 بلس 2 13، 13 بلس 4 17، 17 بلس 2 19، 19 بلس 6 25، 25 بلس 2 27، 27 بلس 6 33، 33 بلس 3 يدينا 36 سنتيمتر. يبقى ده كده البريمتر بتاعنا في الاخر طلع 36 سنتيمتر. وطبعا ما فيش سنتيمتر سكوير، بعد كده ان شاء الله لما ناخد الاريا هيبقى فيه فوق السنتيمتر 2 كده صغيره، لكن في البريمتر ما فيش فيه، هي سنتيمتر كده وخلاص. وكده يبقى انا جبت الايه، البريمتر بتاع الشيب ده بمنتهى السهوله، بس طلعت بس السايدز اللي ناقصه فيه. والبريمتر بنشتغل على الاوتر سايدز من بره، يعني حتى لو في واحد مرسوم جوه هنا كده مالناش دعوه بيه، لو واحد هنا مالناش دعوه بيه، احنا بناخد اللي بره بنمشي حواليها زي ما يكون دي مثلا حديقه مثلا او جاردن، وانا بمشي حواليها بشوف السور بتاعها كان ده الفنس بتاعها، وانا بقيس الفنس ده طوله كام بلف حواليها. او دي مثلا بيكتشر وانا بشوف الفريم بتاعها، لو عاملاه برواز همشي حواليها بس من بره، ماليش دعوه باللي جوه. فاللي بره ده هو اللي بعمله ايه؟ بلس بعض، بعمله بلس بعض. اتمنى ان شاء الله يكون اتفهم الدرس ده.